شكرا ليكي يا منى. وبالفعل أنهى أكثر من 2 مليون حاج اليوم الركن الأعظم في الحج خلال وقوفهم بصعيد عرفة في مشهد مهيب. وقد توجه حجاج بيت الله الحرام إلى المزدلفة حيث سيمضون ليلتهم هناك قبل أن يعودوا مجددا إلى منى لرمي الجمرة الكبرى. وأكد مسؤولون أمنيون سعوديون أن الحج جرى هذا العام دون أن تسجل حوادث تذكر. ينضم إلينا من مزدلفة حسام الحاج موفد الحرة. حسام كل عام وأنت بخير، وأهلا بك مرة أخرى معنا في اليوم على الحرة. وسؤالي عن يعني نفرة الحجيج، كيف كانت إلى المزدلفة؟ هل لاحظتم أي صعوبات؟ بخير زميلتي، وأنت والمشاهدين الكرام بألف خير. كانت نفرة الحجاج أو إفاضة الحجاج من صعيد عرفة باتجاه مشعر المزدلفة كانت أو شهدت انسيابية جيدة نسبة إلى عدد الحجاج الذين التزموا أو وقفوا هذا اليوم على صعيد عرفة، حيث وقف نحو 2,800,000 حاج على صعيد عرفة، وهذا العدد فاق التوقعات بالنسبة للمسؤولين السعوديين، على اعتبار أن السلطات السعودية بدأت فعلا بتفويج بخطط لتفويج المتسللين من حجاج الداخل والمتسللين عن طريق المنافذ، منافذ مكة المكرمة ومنافذ المشاعر المقدسة. فعلا بدأوا هؤلاء الحجاج بأداء المناسك، وعلى الرغم من أنهم لا يحملوا الترخيص، بالتالي ازداد عدد الحجيج إلى أعداد تفوق التوقعات بالنسبة للسلطات السعودية. على الرغم من ذلك تبدو الأجواء مسيطرة عليها، ولا توجد هناك أي مشاكل تذكر، ربما حتى مسألة التقلبات المناخية واحتمال هطول الأمطار، الحمد لله لم يحدث شيء من هذا القبيل، وسارت الأمور على ما يرام، سوى بعض الأحداث البسيطة ربما تمثلت بحريق بسيط في مخيم خاص بحملة تابعة للبعثة المصرية، لم يتسبب سوى بأضرار مادية بسيطة. وأيضا هناك حافلة كانت تقل حجاج آسيويين يعني انقلب في الطريق المؤدي إلى عرفة، بالتالي في صباح هذا اليوم بالتالي أصيب 5 حجاج وتوفي للأسف حاج آسيوي. الحجاج الذين أصيبوا تم نقلهم عن طريق الإسعاف الجوي الذي تنفذه الهلال الأحمر، منظمة الهلال الأحمر السعودية. أيضا هناك انتشار واضح للقوات الأمنية داخل المشاعر تقوم بمراقبة الطرقات حسام، في العام الماضي كان أحدث المشاريع اللي عملتها السلطات السعودية لتخفيف الازدحام هو جسر الجمرات، هذا العام هناك مشروع جديد وهو قطار المشاعر، هل أسهم هذا القطار في تخفيف الازدحام هذا العام؟ نعم بالفعل ساهم بشكل كبير قطار المشاعر بتخفيف الازدحام، خصوصا من منى إلى عرفات، بحيث يعني استقل هذا القطار نحو 30% من الحجاج، 400,000 تقريبا عفوا من الحجاج. في الصباح الباكر اتخذت السلطات السعوديه سلطات الحج قرارا بالسماح الى المقعدين وكبار السن باستقلال هذا شكرا ليك يا حسام الحاج موفد الحره، شكرا جزيلا لك. أمل